رسميا ضمن الرابطة المحترفة الأولى بعدما فاز على المنافس المباشر جمعية الشلف. شوط المباراة الأول بادر فيه المحليون بالهجوم وأول محاولة عن طريق شيبان. الرد جاء سريعا من الجمعية عن طريق بولعويدات لكنه يخفق هنا أمام دفاع الاتحاد. ثم بعد ذلك بالجلال في هذه التسديدة القوية وعليوي يتألق في إخراج الكرة. وفي الدقيقة 29 يتمكن هشام مختار من افتتاح مجال التهديف لصالح المحليين. 10 دقائق بعد هذا الهدف اتحاد بسكرة يتمكن من الوصول إلى شباك الجمعية مرة ثانية عن طريق اللاعب شيبان. هدفين لصفر كانت نتيجة الشوط الأول. المرحلة الثانية من المباراة لم تحمل الجديد والبداية كانت للمحليين عن طريق شيبان في هذا الهجوم المعاكس الذي لم يثمر. الفريق الزائر حاول بعد ذلك نقل الخطر لمرمى عليوي عن طريق دحماني خالد. وكذلك المهاجم بولعويدات الذي جانب تسديدته القائم. ليعلن بعدها الحكم بيتشرف نهاية المباراة على نتيجة هدفين لصفر.